احنا مع لقاء فن فنانين. لقاءنا اليوم مع الفنان حبيب سمعان. عم بقضي الليالي افكر فيك واسأل حالي شو يلي عم بمرق عليك. عم بقضي الليالي افكر فيك واسأل حالي شو يلي عم بمرق عليك. يا ترى بعدك بتحنيلي؟ يا ترى بعدك يا ترى بعدك بتحنيلي ولا بتحبيني؟ اسم نشوف الموضوع من حبيب. مرحبا حبيب، بنرحب فيك معنا. مساء الخير. مساء النور، كيف انت؟ مساء الخير لكل عم يسمعنا. بدنا نبارك لك على الاغنيه الجديده. بارك فيك، تسلم، شكرا جزيلا. بعدك بتحبيني؟ تتساءل. بعدها بتهبني. هذا الجواب؟ هذا الجواب من الاخر يعني. نحكي هالاغنيه كتبها ولحنها فادي عبود، صحيح؟ صحيح، هاي يمكن المره الرابعه نتعامل انا وفادي، اللي هو كمان مش بس هو صديق عزيز وفنان. هو عرض عليك الكلمات تحول لاغنيه؟ كذا اغنيه يعني فادي اعطاني اغنيه ليك، حسيتها انه بعرف او بتحس بينك وبينها كيمياء للاغنيه، ومرات بتحس انه حبيب كيف الاصداء على الاغنيه، خاصه انه صورت لها كمان فيديو كليب، الناس عم بتشوفك. صحيح، صار كثير حلوه، الناس كثير عم تحبها، وبشوف بتعرف هاشتاج على انستغرام وستوري يعني في شويه تعجب على الاغنيه حلوه، في اهتمام فيها والناس كثير حابينها. فتره من الفترات كنت تقدم كثير اغاني خاصه، بعدين غبيت وقصه رجعت شوي بنشاط. ان شاء الله. يعني تعرف امور عائليه مرات زي ما بصير مع الجميع، صحيح. مرات تلهيك شوي عن شغلك الفني، ولكن انا متواجد يعني من ناحيه حفلات اعراس، انا موجود بالساحه اكيد. يمكن الساحه الاكثر للاوسع النطاق الاوسع اللي هو اغنيه خاصه او كليب، يمكن شوي بعدنا كفنان كمطرب لازم يكون عندك إشي بمكتبتك يعني، اللي كمان هو هويتك بالاخير يعني، عندك اغنيه خاصه طلبوها او عندك عرض مثلا، حلو يكون عندك كمان انت ايش اللي بتملكه بدك تورجيه للناس، صحيح. بس اغاني بدك تغنيها لمغنيين ثانيه، الاداء هذا حلو ممكن تأدي لمين مكان وتنشر يعني من وراه، ولكن لازم يكون عندك رصيد جزء منك يعني. صحيح، بالضبط. الاغنيه وين تصورت ومين اخرجها؟ كليب الاغنيه انعمل بهضبة الجولان، المناظر الحلوه هي بركة رام، وكمان في مقطع انعمل كمان بمنطقه طابة. ماريا فرح زوجتك بتشاركك، صح؟ ما غلطتش انا؟ مظبوط. طلبت منها انت ولا شو صار؟ لا انا بالاول قبل ما اخذ الكلمات هيك بتعرف الواحد بصير على الاغنيه الاولى اللي اعطاني اياها فادي، صرت اركب بتعرف تركب صوره بخيالك هيك انه شو بده يكونوا. فبعد ما اعطاني الاغنيه الثانيه اللي عملناها طبعا بعدك تحبيني، هي بتعرف زي مشاكسه شوي بالكلمات انه يعني بحر اصبع بعدك تحبيني بعدك بتحني لي يعني. أيوة. فبتعرف زي البجس مبضى، فقلت حلو يكون هي يعني كمان حلو. بعد 5 سنين زواج بنشوف شو حلو. لا والناس برايك يعني بتحب تشوف جوانب شخصيه من حياه الفنان بعمل زي انت يعني مثلا ما عملت ممكن يعني الناس كثير حبت يعني بتحب. الناس حبوا انه هي موجوده بالكليب. حلو، بتعرف يعني زمان مش شرط انه تكون موجوده بكل كليب، ولكن هذا الاغنيه كانت محلها حلو انه تكون موجوده حتى يعني. حلو، زمان عاصي الحلاني كمان صور كليب مع زوجته كمان كانت عرضة ازياء ومعروفه. صحيح، صح، نفيها انا ان شاء الله. زمان، صحيح. طب قولي بعد 5 سنين من الزواج بيتغير الانسان، بيتغير الفنان، الزواج بيغير الفنان؟ طبعا في التزامات تانية، وفي اوقاتك شوي محكومه طبعا بحكم وجودك باسره وعائله وولد، فبيكون الواحد شوي وقته مش لاقله يعني. ممكن الحياه الزوجيه تشغلك على الفن ولا ما خص هذا بهذا؟ لا مش شرط. بيكون انت مسبقا يعني عارفه زوجتك او عارفه حكم عملك، فهي كمان ماريا بالذات يعني عارفه ظروفي ومدريتها، هي بتسألك إذا بعدك بتحب ولا بتحبها ولا لا؟ في دائما هذا السؤال بتسألني طبعا. وانت بتسألها؟ بس هي بتعرف الجواب أكيد، بتنين بتعرفوا الجواب. وموفقين على كل الأحوال حبيب. حبيبي شادي، تسلم. بدنا نعرف منك وين عندك حفلات، أنا بعرف أنه بشوف كمان عندك حفلات كتير أعراس ومناسبات.
أعراس لسه طبعا الموسم موجود. أنا حفلات كتير عم بقلل، يعني حفلات اللي هي بمناسبات عم بعمل بس برأس السنة، يعني يمكن حفلاتي، ولكن حفلات أعراس بتشاركش بمهرجانات أكتر، يعني مركز على الحفلات، حفلات الأعراس بهالفترة. وين ما بطلبونا بنروح، يعني ممكن مهرجانات، ولكن شوي كانت قلت لك الفترة اللي مرقت شوي انشغلت الظروف عائلية، ولكن أي عرض بيكون لإلي أنا أنت بتكون دائما موجود. بتواجد. حلو، شكرا لك حبيب سمعان، رحمة بتسمع الله، الأغنية. يسلموا، شكرا، شكرا لكل المستمعين إلى اللقاء. حبيبي. عم بقضي الليالي أفكر فيكي وأسأل حالي شو يلي عم بمر عليك. عم بقضي الليالي أفكر فيكي وأسأل حالي شو يلي عم بمر عليك. أنا لإلك وإنتي لإلي، قولي لي شو فيها لو قلت اشتقتيلي، وأرجع أنا لإلك وإنتي لإلي. يا ترى سيتي.